بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف بإذن الله في هذا الدرس عن أحداث مربع النص، وهو آخر درس، وهو عفوا الدرس ما قبل الأخير في هذه الفقرة، فتابعونا. هناك العديد من الأحداث العامة والخاصة بمربع النص، سوف نتعرف عليها كما يلي. نلاحظ، نضغط على المربع النص نحدده، ثم نضغط على الايفنتس، ثم نلاحظ وجود بعض الأعمال العامة والخاصة. على سبيل المثال الحدث كليك عندما نقرأ على مربع النص، وكذلك عند على سبيل المثال الضغط مرتين أو التاكل أو النقر المزدوج دبل كليك أو النقر والسحب كما نلاحظ ذلك، أو الماوس كليك النقر مرة أو النقر بالماوس مرتين كما نلاحظ هنا. هنا بالنسبة للمظهر يمكننا تغييرات على الكنترول ريموف أو حالة مساعدة أو ستيل، تغيير الشكل هنا للتغيير. هنا بالنسبة للداتا كوليكشن تشينج ممكن نتركها كما هي. هنا للدراج دروب أي الضغط والسحب كما نلاحظ هنا، الضغط والسحب على مفتاح الضغط مع السحب على الضغط على مفتاح انتر، الضغط ليف هي الضغط والمغادرة، الضغط اوفر الى الاسفل الفيدباك اي تراجع كذلك. هنا الضغط على زر انتر، هنا المغادرة، هنا للفاليديت اي الضغط والتأكيد، هنا للضغط على المفاتيح اي مفتاح من لوحة المفاتيح، مفتاح الى الاسفل، هنا لمفتاح بريس، هنا للأعلى، وهنا بريفيو كي داون، هنا للماوس ضغط على الماوس داون للأسفل، هنا الماوس والتأكيد فوق، هنا المرور مرور الماوس، هنا مغادرة الماوس، هنا حركة الماوس، هنا حركة الماوس إلى الأعلى. هناك عدة خصائص معينة تشينجد هنا لكي يتغير النص. نلاحظ هنا مثلا تغيير خاص الباك جراوند الخاصة بالنص، هنا الكونتكست تغيير المحتوى كما نلاحظ ذلك كي تتضح لنا، هنا تغيير البوردر أو الحواف، هنا الكوز فاليديشن تشينج، هنا الكلين سايز تشينج، الكيرسر تحكم في حجم الزر الخاص بالفأرة، هنا الدوك تشينج، هنا الفونت الخط هي تغيير الخطوط، الكالر ألوان الخطوط، هنا لعدة خيارات، هنا لتغيير الحجم، هنا لتغيير المحتوى، هنا المحتوى داير أو مخفي. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، يكفي التطبيق لنلاحظ النتيجة. نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله، وإلى ذلك الحين نترككم في حفظ الرحمن.